الا ما وصلتش هي راه كتوصل وليداتها الدرجه الاولى، ماشي المراه اللي ما خرجاتش راه ما كدير والو، حتى المراه اللي في دارها راه كدير بزاف، الا خرجات وليدات صالحين راه دارت بزاف، ماشي ضروري كلشي يخرج، ماشي ضروري، راه اللي ما خرجاتش حتى هي راه في دارها تبارك الله عليها راه خدامه. الا خرجت انا ثلاثه الوليدات ولا اربعه ووصلتهم واحد مراكز عليا راه انا خدمت في داري، باش ماشي كلشي نقولوا للعيالات راه اللي جالسه راه ما دايره والو، حتى اللي جالسه في دارها راه تبارك الله عليها راه خدامه، وبالفضل ديال ازواجنا راه حنا هنا اليوم تا هما نشكروهم ما نساوهمش باش ما نكونوش انانيات. بفضل الازواج ديالنا حنا هنا، ساعدونا تعاونوا معنا نسقنا معاهم باش يوصلوا الوليدات للمدرسه باش يكونوا ورانا باش حنايا نكونوا معاكم، وشكرا على الدعوه وشكرا للمراه المغربيه كامله. انا كان بدوري تنوجه تحيه كبيره للمراه المغربيه لانها تتخدم في الدار وتتخدم على برا، كتخدم اعمال البيت واخا ما كتاخذش على واحد الخلصه ولا شي حاجه، وكتعمل في الدار كانها غادا تخلص. اما المراه اللي كتخرج راه كتخرج كتخدم وكتخلص، اما في الدار ما تتخلصش، كتخدم اعمال ديالها بحال لا باغا تخلص اكثر من داكشي اللي غتخلص فيه. وكنقول للمراه المغربيه فهاد اليوم، فهاد اليوم ديال 8 مارس خرجي، الا بغيتي تخدمي خرجي، راه تحقي ذاتك، راه تحقي نفسك في اي حاجه بغيتيها، والمراه المغربيه راه قادره دير اي حاجه، اي حاجه بغاتها غادا ديرها وغادا توصل ليها اكثر من داكشي اللي وصلوا ليه الرجال. وحتى انا اليوم هنا راه بالفضل ديال الزوج ديالي حتى انا كيدعمني، ما تيحبسنيش، ما تيقولش ليا فين غاده، لانني عارفني اشنو باغا ندير، وانا تنخرج تنمشي لهاد التعاونيه انا باش نستافد منها انا ماديا ومعنويا، وباغا الناس اللي ما عندهمش والناس اللي محتاجين نكون لهم حتى انا سبب في شي مدخول ولا هذا باش يتعاونوا به مع وليداتهم ومع راسهم. وشكرا.